من الصندوق الإلكتروني تكون هناك لا يتم الأخذ بعين الاعتبار طعون مقدمة خارج من الصندوق الإلكتروني. عندنا فيما يخص الملف بعد ما تكون هناك ترتيب أولي في المنصة الإلكترونية، وتكون هناك مراقبة اللي هي تكون على 12 ونص، نديروا قوائم تدرس مور بعد ال بعد ال كل كنترول، يكون هناك رسائل نصية تبعث للمكتتبين باش يقدموا الملف نتاعهم. الملف مكون من أول نسخة من بطاقة التعريف الوطنية سرية المسؤول، شهادة عائلية أو شهادة عدم الزواج عند الاقتضاء، نسخة من مقرر منح الإعانة للبنك الوطني للإسكان، نسخة من رخصة البناء سرية المفعول، محضر معاينة معد من طرف محضر قضائي ليثبت فيه أن البناية غير مكتملة وتكون فيها الأشغال اللي ذكرناها سابقا. عندنا شهادة أو شهادات عمل تثبت الأقدمية المهنية اللي تثبت بالمكتتب يكون عنده 3 سنوات فما فوق. عندنا البيان السنوي للأجور للمكتتب والزوجة يثبت فيه الدخل الشهري للأسرة. عندنا إذا كان الزوج يعني الزوج ولا الزوجة بدون دخل تقدم شهادة من عدم ممارسة نشاط صادر عن البلدية. عندنا شهادة تقاضي منحة تقاعد بالنسبة للمتقاعدين، وعندنا سك مشطوط أو بيان هوية البنكية.